بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت بهذا الفيديو باش نقول لكم خاوتي اللي تهولتوا عليا، اللي سقسيتوا عليا، بارك الله فيكم. الفيسبوك، إدارة الفيسبوك قفلت لي الصفحة يومين تقريبا قبل الانتخابات اللي قاموا بها هذا العصابة. الحمد لله راني بخير، راني بالعائلة تاعي على باس الحمد لله، راني دائما في مدينة أليكونت. راني عاود رجعت بصفحة جديدة تلقاوها ان شاء الله عند في الصفحه نتاع الامير ديزاد او الاستاذ محمد العربي زيتوط. احنا رانا دائما ضد العصابه، ان شاء الله ما نرجعوش ما نروندوش ان شاء الله، ونقعدوا ضد العصابه هذه الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. احنا رانا هنايا كونتر العصابه ان شاء الله، لو كان غير بالافكار او بالقلب فقط. رانا معاكم خاوتي، ونتقاسموا معاكم الهموم تاعكم والاحزان تاعكم التطلعات تاعكم، ورانا هنا ان شاء الله خاوتنا نعاونكم بالحاجه اللي نقدروا عليها والحاجه اللي ما نقدروش عليها، رانا معاكم بالقلب خاوتي. بارك الله فيكم اللي سقسيتوا علينا، بارك الله فيكم اللي تهولتوا علينا. تعاودوا تلقاوني ان شاء الله في الصفحه تاعي الجديده عبد الله محمد رقم 2، مكتوبه برقم 2 باللغه العربيه. اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقوا في ساعه زينه. السلام عليكم.